النيشان نقول واحد القضيه، النيشان الا مشات للقمره كلشي غياكل العصا بالنسبه للصف الاولاني والصف الاخراني، كاع موين القهوه غياكلوا عصا، وبالنسبه لينا حنا هنا المنطقه، هذه المنطقه غناكلوا فيها العصا بالمزيان. الخمره كانت مروجنا بالمزيان، مروجنا ب 24 ساعه ليل ونهار، كنا خدامين ليل ونهار بياخذوا على خير. وبالنسبه لدابا راه تهرست من دابا، ما بقى الرواج لا عرفتي، دابا القضيه راه مقتوله بالمزيان، ما كاينش الرواج. الحمد لله بعدا على هذا النهار هذا اللي صبات فيها هذه الشتي وهذه اللي كرمنا الله بها. ومساله ديال المحلات اللي غادي نهضروا عليهم ديال البيع والشراء وهذه، يا كاين واحد شويه ديال الضرر بالنسبه للمحلات، وبالنسبه للمحلات الصغار اللي اكثر اللي عندهم شويه الضرر، انا تي يجيو الناس البرانيين وهذه وكيتمعشوا معاهم شويه، وهادو اللي هنا على الشارع راهم خدامين عندهم كليان ديالهم عندهم كل شيء. هذه هي بالنسبه للمحطه، وربما تما راه غادي تلقى الدنيا عندهم تما، وكاين المحطه زوينه ماشي بحال هذه، هذه حتى هي زوينه ولكن اخرى احسن. هذا هو اللي كاين.